الله 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 محمد احمد 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أهل التصوف قد خصوا بمذهبهم على التواضع إصلاحا لسرهم أهل التصوف قد خصوا بمذهبهم على التواضع إصلاحا لسرهم أهل الصفا والوفا قوم جاءوا خلفهم يجاهدون في الحق بطريقهم أهل الصفا والوفا قوم جاءوا خلفهم يجاهدون في الحق بطريقهم أهل الصفا والوفا يعاهدونه بترك ما ساء من خلق ومن شيم أهل الصفا والوفا يعاهدونه بترك ما ساء من خلق ومن شيم أهل الصفا والوفا قوم نحوا نحوهم يراقبون إلها عليما بهم أهل الصفا والوفا قوم نحوا نحوهم يراقبون إلها عليما بهم أهل الصفا والوفا جمعية أسست على التقى والنقى والحلم والكرم أهل الصفا والوفا جمعية أسست على التقى والنقى والحلم والكرم أهل الصفا والوفا جماعة جمعت من اللباب ذوي الألباب والهمم أهل الصفا والوفا جماعة جمعت من اللباب ذوي الألباب والهمم أهل الصفا والوفا شافعي مذهبهم تفقهوا فقها من كتب على قوام أهل الصفا والوفا شافعي مذهبهم تفقهوا فقها من كتب على قوام أهل الصفا والوفا خالدي مشربهم نقشبندي روحهم بالعلم والحكم أهل الصفا والوفا خالد مشربهم نقشبندي روحهم بالعلم والحكم أهل الصفا والوفا تعقدوا عقدة بأشعري بلا ريب ولا ندم أهل الصفا والوفا تعقدوا عقدة بأشعري بلا ريب ولا ندم أهل الصفا والوفا أهلا لمن قد وفى بالعهد والجهد سيرا سبل السلام أهل الصفا والوفا أهلا لمن قد وفى بالعهد والجهد سيرا سبل السلام أهل الصفا والوفا أهلا لمن سلك طريقة المصطفى البيضاء بلا تهم أهل الصفا والوفا أهلا لمن سلك طريقة المصطفى البيضاء بلا تهم نفتح معا مجلس سهر الليل بأم القرآن سورة الفاتحة وثلاثة مرات سورة الإخلاص والصلاة على النبي
بالصلاة الأمر عسى الله بها أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه على هذه النية الفاتحة الإخلاص 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 اللهم صل وسلم على أحمد يا نبي محمد خلق بأسعد كوهك أنت داخل قريبا سيدة جنة عرش أنت داخل قريبا مسارك اللهم به وفقهنا في الدين وحرنا على سنة وأمرنا على ملة وارشدنا في زمرته أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله طريقي بسم الله طريقي الرحمن رفيقي الرحمن رفيقي الرحيم يحرسني الرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني من كل شيء يلمسني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا من له قدرة فرج علينا همنا وغمنا وكربنا يا الله يا من له قدرة فرج علينا همنا وغمنا وكربنا يا الله يا من لا ينام حسن الخاتمة والمتعة على الإيمان اكفنا شر الظلام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام يا الله يا من لا ينام حسن الخاتمة والمتعة على الإيمان اكفنا شر الظلام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ألف ألف صلاة ألف ألف سلام من عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله ألف ألف سلام ألف ألف سلام من عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله يا سلام من شر الدنيا وعذاب الآخرة سلمنا يا ربي من شر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا تهملنا إلا ما رحمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم اجعل اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سليما مصونا معصوما اللهم يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم يا رب استرنا فوق الأرض اللهم يا رب استرنا تحت الأرض اللهم يا رب استرنا يوم العرض اللهم يا رب بالغ لنا في شيخنا وافني أسماءنا في اسمه وأحوالنا في حاله ورسومنا في رسمه وذواتنا في ذاته بجاه النبي المصطفى ورسولك المرتضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال صاحب
بغية السالك وإرشاد الهالك للشيخ العارف بالله أبي بكر البناني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه نفعنا الله به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته وأفاض علينا من نفحاته في الدارين أمين. Masih kelanjutan pasal ketujuh, takaliful ubudiyah syaqqah 'alan nufus, beban-beban ubudiyah itu terasa berat bagi nafsu yang belum mutmainnah radiyah mardiyah. Wa tahqiqul isharati fil ayah huwa anna al-haqqa yaqul إِنَّنَا فَرَضْنَا عَلَى كُلِّ مَنْ دَخَلَ تَحْتَ بَيْعَةِ الْعُبُودِيَّةِ كَسْرُ صَنَمِ نَفْسِهِ وَقَتْلُ جُنْدِهَا فِي عَسْكَرِ الرِّيَاضَاتِ وَالْمُجَاهَدَاتِ وَالْهِجْرَةِ مِنَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ وَجِيرَانِ السُّوءِ وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَإِخْرَاجِ حُبِّ دِيَارِ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِهِ حَتَّى يَصْلُحَ لِأَسْرَارِهِ بِنَعْتِ طَهَارَتِهِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ. لَكِنْ هَذَا الْفَرْضُ ما فعله وقام به إلى الأقوياء والمستقيمون وأهل المحبة، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من مخالفة الهوى ومحبة المولى لكان خيرا لهم، إذ الدخول إلى حضرة الحق أفضل من الدخول إلى حضرة الخلق، ومشاهدة الحق خير من مشاهدة دار الدنيا، وهذا هو الأجر العظيم المشار إليه بقوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. النساء 67. إذ لا أجر يعظم على مشاهدة الأزل وكشف أنوار الأبد، ولو أنهم فعلوا ذلك أيضا لهديناهم صراطا مستقيما. النساء 68. أي أرشدناهم إلى معارف طرق الصفات والفناء في بقاء الذات، تعالى الله عن كل إشارة، أو تقول الصراط المستقيم دخول عالم المعرفة بعد خروج عالم النكرة. Nyatanya isyarat ilahi pada ayat walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw yukhruju min diarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Penekanannya pada ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seakan-akan dibahasakan lain Allah berfirman, sungguh telah kami fardukan atas siapa saja yang berani masuk ke pintu bai'at ubudiyah, pintu thariqah, di bawah bimbingan mursyid. Kami wajibkan apa? Kasrosona minafsihi wa qatla jundiha. Wajib memecahkan berhala nafsunya dan membunuh pasukannya dengan tentara riyadhah-riyadhah dan mujahadah-mujahadah, serta berani hijrah dari salah dan dosa menuju benar dan pahala, dari bertetangga yang tidak baik dan terus menerus melawan hawa nafsu dan mengeluarkan cinta materi dan keduniawian dari hatinya. Hendaknya itu dilakukan terus hingga benar-benar ia layak bagiku Allah, dalam arti benar-benar suci dari segala kotoran dan segala najis maknawi. Kewajiban ini tidak akan bisa dilakukan
dengan baik dan benar kecuali hanya golongan aqwiyaul iman yang tanda-tandanya adalah istiqomah fit ta'at dan ahlul mahabbah. Andai saja mereka benar-benar melakukan apa yang telah dinasehatkan kepada mereka, yaitu harus senantiasa melawan hawa nafsu dan menumbuhkan rasa cinta kepada Sang Maula, niscaya itu lebih baik bagi mereka, karena masuk ke dalam hadirat kebenaran itu lebih utama daripada masuk kepada hadratul khalq dan menyaksikan cahaya al-haq itu jauh lebih baik daripada menyaksikan dunia seisinya. Inilah dia maksud dari firman Allah di banyak ayat, ajran azima, ajran azima, ajran azima. Pahala agung, pahala agung, pahala agung. Di sini tak lain dan tak bukan adalah musyahadah dan masuk ke dalam hadratul haq. Wa idzal ataynahum min ladunna ajran azima. Dan lantas benar-benar kami datangkan kepada mereka dari sisi kami pahala agung. Termasuk arti ajran azima di ayat bai'at. Innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsihi waman awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima wa huwa. Sama saja. Dan di ayat-ayat lain ajran 'azima adalah tak lain dan tak bukan adalah fana fillah, menuju baqa ma'ah. Wala ajra ya'dhumu 'ala mushahadati al-azal wa kashfi anwaril abad. Karena tidak ada pahala yang lebih agung dari menyaksikan keazalian Allah dan menyingkap cahaya keabadian. Andai saja mereka benar-benar melakukan itu semua, lahadainahum siratan mustaqimah, niscaya akan kami bimbing mereka menuju jalan lurus yang diridhoi. Ai arsyadnahum ila ma'arifi turuqis sifati wal fana'i fi baqa'idzah. Maksud dari siratan mustaqimah adalah kami akan membimbing mereka menuju pengertian-pengertian atau kemakrifatan-kemakrifatan, jalan-jalan menuju fana'nya sifat hingga masuk ke dalam baqa'nya zat. Ta'ala Allah 'an kulli syai'. Maha suci Allah dari tiap-tiap isyarat yang diisyaratkan, yang sesungguhnya semua isyarat itu masih belum mewakili yang sesungguhnya. Isyarat itu manfaat bagi ahli isyarat, bagi yang belum ahli isyarat lah manfaat adalah autakul atau katakanlah siratan mustaqimah, as-siratul mustaqim itu adalah masuk ke dalam alam makrifat setelah benar-benar keluar dari alam nakirah. Alam makrifat adalah alam yang telah dimengerti oleh Allah. Alam yang di mana seseorang jika masuk ke dalam alam itu, ia mulai mengerti siapa sesungguhnya dirinya dan siapa sesungguhnya Allah Tuhannya, plus siapa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'ammal ayyuhal insan asara hadhihi al-ayah al-ajibah wa tahaqqaq bima talabahu al-haqq mink. فإنه تبارك وتعالى جعل عنوان محبته مخالفة هواك ورفض كل ما يشكلك عنه، فأقم الميزان على نفسك وصدق الله في معاملتك
على أن الظاهر عنوان الباطن كما لا يخفى. Renungkanlah wahai manusia akan rahasia-rahasia ayat yang menakjubkan ini, dan nyatakanlah apa yang Allah tuntut darimu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tanda cintanya itu pada berseberangan atau melawan hawamu, hawa nafsu, dan menolak atau membatalkan apa saja yang menjauhkanmu darinya. Maka dirikanlah timbangan agung yang ada pada dirimu, dan benarkanlah mu'almalahmu, interaksi dengan Allah. Sebab lahiriah seseorang itu menjadi bukti atau tanda batiniahnya, sebagaimana yang sudah tidak sebagaimana tidak samar lagi, Allahiru yadullu alal batin. Demikian kelanjutan dari pasal ketujuh, beban-beban ubudiyah itu terasa berat bagi jiwa-jiwa manusia yang belum benar-benar cinta Allah dan Rasulnya. Bagi yang benar-benar cinta, yang berat itu menjadi ringan, yang sulit itu menjadi mudah, bahkan yang tak mungkin menjadi mungkin. Agar lebih bisa dipahami berbagai kalangan, mari pasal ketujuh ini kita diskusikan dengan silakan bertanya atau memberi tambahan penjelasan yang benar-benar sejalan dengan pikiran Syekh Abi Bakar Al-Banani di pasal ketujuh ini.